ترك أب حصالة فيها مبلغا من المال كان يريد أن يساعد في مصاريف زواج ابنه، تدخل في الميراث ما دام الولد لم يتملكها في حياة أبيه، الولد لم يتملكها في حياة أبيه فله فهي تدخل في الميراث. قد قال لعائشة، قال أبو بكر لعائشة رضي الله عنها: جدي هذا النخل خذ التمر. فتكسلت شيئا ما، فلما حضرته الوفاة قال: يا بنيته هل جددته؟ قالت: لا. قال: هو الآن مال وارث، ولو كنت جددته لكان لك.